بحثت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله مع السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق علاقات البلدين، وسلم السفير البريطاني للوزيرة رسالة خطية من وزير الدولة بالخارجية البريطانية تتعلق بدعم جهود السودان في إقرار السلام في دولة جنوب السودان. وبحث اللقاء كذلك سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتنسيق المواقف بين السودان والمملكة المتحدة على الصعيد الدولي والإقليمي. كما أشاد السفير البريطاني بالدور الذي يلعبه السودان للحفاظ على أمن واستقرار محيطه الإقليمي، ونقل دعم الحكومة البريطانية للقيادة في السودان. تسلمت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله نسخة من أوراق اعتماد السفير جان لويجي فاسلو والسفيرا معتمدا للجمهورية الإيطالية لدى السودان، حيث عبر السفير عن سعادته باختيار سفيرا لبلاده لدى السودان، وقال إنه سيعمل جاهدا على تعزيز العلاقات بين البلدين، وأضاف أنهم يعتزمون فتح سبل التعاون بين البلدين في عدة مجالات من بينها الأمن الغذائي والاقتصاد والصحة والتدريب والتنمية البشرية. ومن جانبها قالت الوزيرة إنها تتطلع لبحث ترقية وتعزيز العلاقات بين السودان وإيطاليا.